أرقام هامة في البنك المركزي، قرار مرتقب للمالية، وطلعت مصطفى تتوقع مضاعفة الموارد الدولارية. أهلا بكم في حصاد الاثنين الإخباري. بانكير، نبض البنوك. البداية من القطاع المصرفي وتحديدا البنك المركزي، الذي كشف عن وصول قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية إلى 179.201 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2024 لنحو 1.622 مليون عملية. وبلغ عدد العمليات خلال شهر يناير فقط 202 ألف عملية بقيمة 20.6 تريليون جنيه، فيما سجلت عدد المعاملات خلال شهر فبراير 203 ألف عملية بقيمة 24.3 تريليون جنيه. ووصلت المعاملات خلال مارس إلى 213 ألف عملية بقيمة 25.5 تريليون جنيه، ونحو 192 ألف عملية خلال إبريل الماضي بقيمة 21.667 تريليون جنيه، ونحو 206 ألف عملية بقيمة 21.557 تريليون جنيه خلال مايو فقط. وبلغت المعاملات خلال يونيو 175.5 ألف عملية بقيمة 16.898 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، ونحو 222 ألف عملية بقيمة 25.281 تريليون جنيه خلال يوليو فقط، ونحو 206 ألف عملية بقيمة 23.3 تريليون جنيه بنهاية أغسطس. ومن المركزي بنروح لوزارة المالية، حيث أكد أحمد كوجك وزير المالية أن السياسات المالية بتعمل على تحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصدير وتشجيع نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بقطاعات تنافسية كالطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والأنشطة التصديرية. وأضاف في أول لقاء بالسفيرة الأمريكية بالقاهرة بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية أننا نعمل على تعزيز العلاقات مع المستثمرين المحليين والأجانب ببرنامج متكامل من الإجراءات الإصلاحية لاستعادة الثقة مع مجتمع الأعمال. وقال الوزير نعمل على إيجاد مساحات مالية لتوجيهات القطاعات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية تنفيذا لأولويات الدولة في مسار التعامل مع التحديات الاقتصادية المرتبطة بالأزمات العالمية والإقليمية. ونروح لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، اللي كشفت أن توقعات مضاعفة مواردها الدولارية بتصل إلى 856 مليون دولار في عام 2028 بدعم من صفقة الفنادق التاريخية، يأتي على أساس توقعات السوق والأداء المستقبلي لقطاع الفنادق. جاء ذلك في إفصاح للبورصة المصرية ردا على الأخبار المتداولة في بعض المواقع الإخبارية والخاصة بتوقيع مجموعة طلعت مصطفى القابضة بمضاعفة مواردها الدولارية خلال الفترة المقبلة لتصل إلى 856 مليون دولار أمريكي في عام 2028. وحققت شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة الصافي ربح بلغ 6.36 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2024 مقابل 1.55 مليار في الفترة المقارنة من 2023. وآخر خبر معانا من وزارة قطاع الأعمال العام، اللي زار وزيرها المهندس محمد الشيمي شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية. تفقد أعمال التطوير اللي شهدتها الشركة، شملت أقسام وحدات إنتاج المحاليل الوريدية والمراهم والكريمات والمخازن ومحطة المياه في إطار مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP واشتراطات هيئة الدواء المصرية. استعرض مراحل العمليات الإنتاجية وخطة عمل الشركة والرؤية المستقبلية ومؤشرات الأداء، وذلك بحضور الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية والدكتور خالد حجاج العضو المنتدب لشركة النيل. بكده تكون انتهت نشرتنا، عن أشرفة أشرف وإلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.